كنجدو ترحاب والتحية الصباحية لكل المستمعين الأوفياء وخاصة العدل تحقوا بنا اللحظة وغادي نمشيو مباشرة لشي واتلة مولاتي عند اختصاصية فن طبخ والحلويات نزهة من طنطان. ألو ألو أختي سناء صباح الخير. ألو صباح الخير نزهة لاباس عليك؟ دايرة لاباس الله يبارك فيك الحمد لله. مرحبا بسلامك شكرا لك بزاف. الله يبارك فيك نتمنى تكونوا على خير كلكم. يا ربي أمين حنا وأنتم ما شاء الله. الله يطول لي في عمرك. الله يبارك فيك. الناس ديال طنطان كلهم والجداد ديالي كلهم وناس ارفود والمغاربه كلهم داخل وخارج الوطن فين ما كانوا فعلا ما كانوا كل صديقات بدون استثناء تحيه لكل وحده كتعرف نزهه بالسادات تحيه لهم كبيره وكنبلغ لك سلام بزاف ديال الصديقات مرحبا بسلامهم مرحبا بسلامهم اولي في الواتساب يعني كل شيء كيسلم عليك بدون ولا ما نذكر لا لا حتى بارك الله فيك والله الا في الفيسبوك يعني كثير المستمعات كيسلموا عليك يبلغوا لك السلام ودائما فوقاش غدوز معنا نزهه توحشناها كنقول لهم غير صبروا شويه يعني الدورة كبرت شوية كندور الدورة على المستمعات إن شاء الله وأكيد بإذن الله عما قريب في شعبان وإن شاء الله في رمضان يعني تشاركي معنا بالاقتراحات يعني القاعدة الأساسية ديال شهر رمضان الكريم بإذن الله. إن شاء الله مرحبا بك نزهة. شنو غتخدمي لنا اليوم؟ أييه التحية للسيدة كانت وضعت ثقتها فيا وجربت الوصفات ديالي ونجحت أييه الحمد لله بزاف تبارك الله وبناء على الطلبات ديالهم راهو العجينة المورقة واخا غادي نعاودها ونوجدوا بها كورني مالح إن شاء الله ريفولوفون واخا وكذلك الشباكية نعطيها لهم يعني واخا مازال شوية الحال ولكن ما كاين حتى مشكل يعني كل صراحة نتمنى السيدات اللي كانوا غادي يكونوا في الاستماع وعندنا واحد كات كيك بالحامض والليمون وعندنا بسطيلة ديال الهبرة دي بيبي بالنكهة ديال الحوت إن شاء الله واخا نبدو على بركة الله باش نربحوا الوقت أي إن شاء الله عندنا كورني المالح مع لي فولوفون غادي نبداو بالعجينة المورقة غنخدموا بها بجوج يعني عندنا نفس العجينة وعندنا نفس بالنسبة للعجينة المورقة عندنا في قصرية غادي نديروا 400 غرام ديال الفورس وهذه العجينة المورقة هي اللي كنخدم بها وناجحة 100% 400 غرام بالضبط 400 غرام ديال الفورس ومعلقة صغيرة ديال الخل الخل عادي داك الصفر ومعلقة صغيرة ديال سنيدة ونص معلقة صغيرة ديال الملحة ونجمع بالماء البارد الماء عادي الماء عادي كنجمع السيدة بروس صباعها كتجمعيها مزيان وما تكونش تكون تقريبا بحال العجينة ديال المسمن ما تكونش قاسحة وما تكونش جارية غير كتجمع يعني تشوف السيدة انها تجمعات نغطيها بلاستيكة واحد خمسة دقائق عاد كندلكها كندلكها مزيان وكنشكل كورة واحدة يعني 400 غرام كتعطيها كورة واحدة كتغطيها بلاستيك 10 دقائق وكتعاود تكورها يعني كتعاود تكورها مرة أخرى ونخليها كترتاح 10 دقائق أخرى وكنبداو نخدمو على ما كترتاح غادي ناخدو تكون عندنا ربعة ديال الزبدة مارغارين يعني أنا كنخدم مارغارين يعني إلا خدمتي بالزبدة ديال العبار ولا ما كتساعدكش شوية ما كتساعدكش لاباتريت عندنا ربعة ديال الزبدة مارغارين كنقسمها على ثلاثة ديال الطريفات متساوية كنقسمها على ثلاثة نخليها على جهة كناخذ هذيك القويرة ديال العجينة اللي عجنت كنرش الرخامة ولا بوطاجير بالفرن ونبقى نسرح بالمدلك أنا كنسرح وكنحاول نجبدها بيدي باش كتعطيني شكل إما مربع إما مستطيل ما كتكونش مدورة غير بيدي أنا كنعاون بيدي كنسرح بالمدلك حتى كتعطيني واحد المربع كما قلت صافي وكتسرح مزيان كناخذ واحد الطرف من هذيك الزبدة اللي قسمنا على ثلاثة ودهني بها دهن بها السيدة المربع كله اللي درنا كتدهني بهذاك الطرف ديال الزبده كتكون شويه رطبه المارغرين كتكون رطبه وكتطوي على ربعه يعني بحال اللي كنطوي رغيفه ما فيهاش سته طويات ولا يعني ربعه بحال اللي كنطوي مسمن المربع كنخليوها غير خمسه دقائق ما كندخلهاش للثلاجه يعني غير خمسه دقائق حدايا من بعد كنعاود نسرحها مره اخرى كنسرحها وكتعطيني بطبيعه الحال مربعه كنعاود نهز هذاك الطريف الثاني ديال الزبده وكنسر ندهن به الوجه ديالها كنطوي عاوتاني على ربعه نخليها ترتاح خمسه دقائق ونفس الشيء بالنسبه للعمليه الثالثه يعني ثلاثه المرات وسطها الزبده كنطوي على ربعه كنخليها بلا ما كندخلها للثلاجه بلا حتى شي حاجه هي باش كنخدم انا لاباتري واخا بالنسبه غادي نحطها وكل شيء ان شاء الله شكرا بالنسبه للكورني غيكون عندنا خاصه يكون عندنا دوك القوالب ديال الكورني تكون كبيره شويه ماشي بحال ديال الحلوه كورني كبير خاص بالمالح كنسرحوا هاد العجينه اللي درنا اللي ورقناها ثلاثه د المرات بالزبده نسرحوها بالمدلك ومزيان ما تكونش رقيقه بزاف ما تكونش غليظه وكنحاولوا نقطعوها بالجراره شرائط طوال رقاق رقاق تقريبا وطويله غادي ناخذوا هذاك داك الشريط اللي قطعنا بالجراره ونحاولوا نلفوه على القالب ديال الكورني بلا ما ندهنوا القالب ديال الكورني
نبداو من التحت وحنا غاديين يعني من التحت نبدا الراس نرقيوه حنا طالعين طالعين حتى لهذاك الفم ديالو الكبير وكنلصقوا هذاك الطريف الاخير ديال هذاك الشريط بالبيض. البيض خصنا نطربوه مع شويه الملحه وكنحطوه واقف على الفم ديالو واقف هذاك الكورني واقف كنبقاو هكذاك هكذاك حتى كنسالي حتى كنساليو هذاك الكورني. هاد العجينه المورقه كتعطيني تقريبا 32 حتى 35 كورني كنحطوهم في الطاوه واقفين غادي ندهنوهم بالبيض بيضه كامله مطربه مع شويه ديال الملحه غادي نحاولوا ندهنوهم بالشيتو وغادي نوقفوهم وكيطيبوا في الفران من الفوق ومن التحت يكون اصلا سخون وشاعل من الفوق ومن التحت يعني لاباتسويتي من الاحسن خاص يكون شاعل الفوق والتحت باش كتطلع باش كتنفخ وكتجي مورقه حتى كيتحمر هذاك الكورني ديك العجينه اللي درنا كتحمر مزيان كنحيدها الى بان ليا لداخل كنحيد هذاك الكورني ديك ديال الكورني القلب ديال الكورني الى بان ليا لداخل مازال بيض ما طابش كنطفي الفوق وكنخلي التحت خليه لتحت الفران شاعل يعني خاصها تحمر من الفوق ومن الداخل وها كورني واجد بالنسبه ليا انا شخصيا كنوجد هذا القالب ديال الكورني كنوجد كميه كبيره وكنديرها في واحد البواطه وكنحتفظ بها في المجمد هي فوق ما تحتاجي هكا ديري حشوات مختلفين فعلا كنخرجها وكندير حشوات عندنا الحشوه اللي كنستعمل انا وكتعجبني شخصيا عندنا في مقله غادي ندير بصله متوسطه ومقطعه رقيقه بصله مقطعه مربعات رقاق غنزيد عليها معلقه كبيره ديال الزبده جوج معالق كبار ديال الزيت عاديه ونخلي هاد البصله فوق النار وانا كنحرك مع الزبده ومع الزيت كنحركهم حتى كتصفر هذيك البصله وكتدبال كتبدل ليها اللون ديالها كنزيد عليها نص كيلو ديال اما الهضره ديال الدجاج او الهضره ديال بيبي مقطعه حتى هي مربعات رقاق كنخليو هاد الصدر ديال البيبي ولا الدجاج كيطيب مع البصله مزيان فما كتبقاش تبان لينا البصله والهضره كطيب من بعد كنضيفوا ليها الملحه طياز ديال السيده شويه ديال الملحه شويه ديال البزار وشويه ديال الكمون غير واحد راس معلقه ديال الكمون وكنشحروهم واحد خمسه دقائق من بعد ما كنديروا هاد العطريه صافي كنطفيو عليها وكنخليوها كتبرد يعني ما فيهاش العطريه لا والو الملح البزار كمون كتبقى بيضه كنخليوها حتى كتبرد كنزيدوا عليها جوج معالق كبار ديال الزيتون الاسود كيكون محيد ليه العظم ومقطع طريفات صغيورين باش كيجينا دوك جوج لوينات البيض والاسود من بعد كنوجدو لاصوص بيشاميل صلصة البيشاميل كنديرو في كاسرونه تكون ثقيله شويه 60 غرام ديال الزبده ولا معلقه كبيره عامره زبده ومعلقه كبيره عامره ديال الفول تقريبا 60 غرام نديرهم فوق النار ونبقى نحركو بمعلقه ديال العود دقيقه تقريبا حتى كنشوفو ديك الزبده دابت ولات صفراء يعني تخلطات مع هذاك الطحين وكنحيدوها من النار وكنخليوها فوق النار كنحيدوها وكنزيدو نص سيترو ما كاملش يعني كنقصو منه واحد الكاس نص سيترو قل كاس كثر من رابعه وقل من السيترو ديال الحليب وشويه ديال الملحه ونص ضامه ديال البنه ديال الغنمي كتبقى اختياريه يعني نص ضامه ديال البنه وشويه ديال البزار ونرجعها فوق النار اللي كنزيد الحليب والملحه والبزار وضامه نص ضامه ديال البنه كنعاود نرجع هاد الحليب والزبده والفورس فوق النار وانا كنبقى نحرك حتى كيختار مزيان يعني هو كيختار وانا كنزيد كنحرك خاصنا هنا لاصوص بيشاميل تكون عاقده بزاف ماشي غير الطبخ ديالها صافي ثقيله خاصها ثقيله تكون من بعد خاصها ثقيله ونحركوها من بعد كنطفيو عليها وكنزيدو علبه ديال الجبن ديال 200 غرام اللي كيتباع عادي غير عادي داك الجبن عادي وحنا كنخلطو باش كنخففوا هذيك القشه البيشاميل كنخليوها كنجيبوا هذاك الحشو اللي درنا اللي فيه البصله وبيبي والزيتون كنزيدوا عليه هاد لاصوص بيشاميل ديال الجبن وكنبقى نخلطوا مزيان وكنعمروا به هاد الكورني اللي كيعمر وهذاك الفم ديالو كنحاولوا نفندوه في الفرماج الاحمر محكوك وكنقدموه بالصحه والراحه الله يعطيك الصحه يعني كيزيد حشوه رائعه ما كتحسش بان راه بيبي بهذاك العجين المورق الله يعطيك الصحه صحتكم بالنسبه لفولوفون نفس العجينه هي اللي صايبنا ونفس الحشو على الطريقه ديالو كنسرحوا العجينه المورقه اللي حضرنا تكون غليظه شويه على كورني اللي درنا تكون العجينه شويه غليظه وكنقطعوها دوائر اما دوائر واحد النص يكون مسنن ولا مربع ولا ورده ولا اوفال على حسب الشكل اللي بغينا فعلا مثلا قطعناه دواوير خاص يكون عندنا جوج دوائر
كنبقى نقطعهم كنساليو كناخذ واحد جوج دوائر، واحد دائره كنخليها هكذاك والثانيه كنقطعها بمرسم صغر منها باش كتجينا شويه متقوبه من الوسط بحال البيني بحال هذيك الحلوه العاديه اللي كنلصقوا حدا متقوبه وحدة عاديه بحالها تقريبا. كنديروا البيض غير في الجناب ديال الدائره العاديه، غير في الجناب ماشي في الوسط، غير في الجناب، كنحطوا فوق من هذيك الدائره الثانيه اللي قطعنا اللي ثقبناها من الوسط، كنضغطوا غير واحد شويه باش كيلصقوا باش كيثبتوا مزيان، وكتجيب السيده فرشيطه وكتحاول تقب غير الوسط، حنا بغينا الوسط ما يتنفخش ولكن الجناب بغينا يتنفخ. صافي كنثقبوا بفرشيطه كندخلوه للفران سخون وشاعل حتى هو من الفوق، ومن التحت هذوك الجنيبات كيطلعوا لانهم ما ثقبناهمش بفرشيطه كيطلعوا، ولكن الوسط كيبقى محفور ما كيطلعش. ملي كتحمر هذاك الوسط اللي عندنا هو اللي كنعمروا به الحشوه، كنعمروا بهاد الحشوه نفسها ولا اي حشوه بغات السيده، وكنديروا شويه ديال الفرماج الاحمر من الفوق، كنرجعوها للفران غير من الفوق كيدوب شويه داك الفرماج واحد نص دقيقه ولا ما كاملاش، غير كيدوب لينا داك الفرماج كنخرجوها وكنقدموه كيجي رائع. ايوا فعلا عجينه مورقه ناجحه 100%. واخا تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحه. بالنسبه للعجين المورق وكورني مالح وكذلك لي فولو